رجل لبس الشراب على طهارة وقت صلاة الفجر، فلما جاءت الساعة العاشرة توضأ ومسح على الشراب، وعند صلاة الظهر لبس شرابا فوق الشراب الأولى، هل يمسح على الشراب الفوقاني أم التحتاني؟ لا، يمسح على الشراب الذي بدأ عليه المسح، الذي بدأ عليه المسح أول مرة يمسح عليه، ولا يمسح على ما لبسه فوقه. نعم.